الشعبية التونسية احتجاجا على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وأبرزها في القصر. في عملية جديدة لتأمين محيط دمشق دخول 100 العائلات إلى حي القدم وانطلاق ورش الترميم. القوات العراقية ومقاتلو العشائر يؤمنون مدينة حديثة في الأنبار من هجمات داعش. معارك في تعز ومأرب وغارات التحالف السعودي تركز على المنشآت المدنية. شبح سباق تسلح في البحر الأسود بين روسيا والناتو. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان التونسي مراد الدلنسي من القصرين، ومن الميدان السوري ديما نصيف من دمشق، وطارق علي من حمص، ومن الميدان العراقي عبد الله بدران من العاصمة العراقية بغداد. ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد الياس فرحات. أهلا بك سيادة العميد. يعقد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مجلسا وزاريا طارئا بحضور نواب منطقة القصرين لبحث الحلول التي يمكنها اتخاذها لتجاوز الأزمة في المحافظة. خطوة الحكومة تأتي بعدما اقتحم عدد من الشبان العاطلين من العمل مقر محافظة القصرين، فيما نظم الاتحاد العام لطلبة تونس مسيرة احتجاجية في العاصمة. وفي سوسة شهد مقر المحافظة حالا من الاحتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية. كذلك عمت حالة من الاحتقان مدينة الفحص في محافظة زغوان ومنطقة بلخير في ولاية قفصة. المرة هذه شاب تونسي صاحب شهادة عليا معطل على العمل يموت، رمى بروحه من عمود كهرباء، اختار يوني حياته لأنه يعتبر نفسه ما هوش عايش. رضا اليحياوي شاب تونسي عاطل من العمل من أصحاب الشهادات العليا، تسلق عمودا كهربائيا بنية الاحتجاج والتهديد بحرق نفسه في مدينة القصرين، فأرداه التيار الكهربائي قتيلا. موت هذا الشاب أشعل الاحتجاجات في القصرين وفي عدد آخر من المدن التونسية. مطلب واحد يجمع هؤلاء: العيش بكرامة. الخوف من امتداد نار الاحتجاجات إلى خارج المدينة دفع بوزارة الداخلية إلى إعلان حظر التجوال بعد مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين أدت إلى إصابة العشرات ومحاولة البعض اقتحام مقر الولاية. لم يمضي سوى أيام قليلة على احتفال التونسيين بذكرى ثورة الحرية والكرامة. خمس سنوات مرت ولا يزال المشهد ضبابيا في تونس. يخشى المتابعون أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر، وأن تكون هذه الاحتجاجات بوادر لحراك جديد. فما بين البعزيزي واليحياوي أكثر من 20,000 شاب تونسي من حاملي الشهادات العليا عاطلون من العمل والحياة. نبقى في تونس في القصرين تحديدا. ينضم إلينا مراسلنا مراد الدلنسي. مراد، ما الذي يجري الآن؟ نعم، إلى حدود هذه اللحظة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ما زالت الاحتجاجات تعم مختلف شوارع مدينة القصرين، لا تكاد تهدأ الاحتجاجات حتى تعود بأكثر قوة. هناك يعني عمليات كر وفر بين المحتجين الذين يعدون بالمئات وقوات الأمن. هناك استعمال إلى حد الآن للغاز المسيل للدموع إضافة إلى خراطيم المياه. منذ قليل وصلتنا معلومات عن استعمال خراطيم المياه، ولكن إلى حد الآن لا توجد إصابات خطيرة في صفوف الأمن أو حتى المحتجين. هناك حديث عن إصابة عون أمن بجروح متوسطة، وإلى حد الآن كما قلت الاحتجاجات ما زالت متواصلة. بالطبع كما تحدثنا يعني المطالبة هي
التشغيل والتنمية في جهة القصرين. ولكن معي الآن مجموعة من مواطني مدينة القصرين وبعض المسؤولين المحليين لنتحدث معهم بشكل أكثر اتساعا حول مطالب المحتجين وإلى أين وصلت المفاوضات والاتصالات مع الجهات الرسمية. معنا السيد محمد الطاهر الخضراوي وهو رئيس جمعية تنموية محلية. السيد محمد الطاهر، لو تحدثنا عن ربما بشكل أكثر تفصيل عن هذه الاحتجاجات إضافة إلى اتصالاتكم مع الجهات الرسمية. رئيس جمعية تنموية محلية، هذه هي نتائج لعدة تراكمات عديدة لتراكمات خمس سنوات إذا حبينا نقل من تاريخ الثورة. في تاريخ الثورة الأولى 2011 كنا رفعنا شعار تشغيل استحقاق عتاب الصباح، لكن بعد أربع حكومات ثورة على حسب ما يحكوا حكومات ثورة نجد الآن نفس الشعار يرفع من جديد، التشغيل استحقاق عتاب الصباح. يعني الحكومات هي ولم يتغير أي شيء. يعني الثورة الأولى اللي صارت وقع الالتفاف عليها ولم نصل إلى تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف هذه الثورة. القصرين الوقت اللي كانت تعيش فيه في 2011 هو نفس التهميش، نفس الوضع الاجتماعي المتردي، نفس القدرة الشرائية المتردية، نفس المناخ الاقتصادي المهترئ، نفس نسبة البطالة اللي كانت موجودة قبل هي نفسها بل تضاعفت أكثر. لهذا صار الاحتجاج اليوم هو تراكمات لكل هذه الخمس سنوات، لكل الكذب والتسويف اللي كانوا فيه السلطات المتعاقبة. يعني مشكلتنا احنا مش مع السلطات المحلية فقط، مشكلتنا احنا هي مع السلطات المركزية غير وطنية، سلطات لا تمت للوطنية بصلة، سلطات تريد ان تقنن الفساد، سلطات تشرع للفساد، سلطات تعطي القدرة للسرقة والنهب ولا تعطي أي مجال للتنمية ولمطالب الشعب بتاعها. الله فيك. معنا أحد الشباب كذلك المتظاهرين، ربما هو يحدثنا عن مشاكل العاطلين عن العمل سواء من حاملي الشهادات أو غيرهم. معنا، لو تعرفنا بنفسك. أنا عبد البسط ميناني، مواطن من القصرين. القصرين اليوم فعلا هي الولاية الوحيدة ربما والأولى التي تعيد صناعة الحدث، هو حدث الثورة فعلا، الثورة الحقيقية، ثورة ليست كما عهدناها، ثورة انتقلنا بها من المنطق العفوي الغرائزي إلى المنطق الواعي المثقف. بمعنى آخر، نحن نريد هنا أن نتساءل عن تاريخ تونس الجمهوريات، جمهورية أولى. نتساءل هنا ما الذي ورثنا بورقيبة، ورثنا سياسة الجهويات، ما الذي ورثنا بن علي، ورثنا الخوف والترقيع. اليوم نحن نريد أن نرد الصاع صاعين، نريد أن ننتقم ممن أرادونا أن نكون عبيدا وهم حكاما لنا. يكفي من الغبن، نحن اليوم فعلا نشعر بحجرة متزايدة. يا بابا رد جمالك علينا يا جمال، يا حبيبي الساحل هكذا اعتادوا، الربط في العاصمة هكذا اعتادوا، يحكموننا يريدوننا دائما أن نكون عبيد نستحي أهلية. اليوم شلقنا بهم بلغة المدافع. نحن رأينا فهمنا الطرح. هذه ربما بعض أصوات المحتجين في مدينة القصرين، وهي كثيرة في الحقيقة والكل يريد أن يتكلم. نعم مراد، في الحقيقة شكرا جزيلا لك، حاولت أن تنقل لنا الواقع من خلال الهاتف وإيصال صوت الناس، صوت الشعب التونسي الذي يطالب بالعيش بكرامة، يطالب بمطالب اقتصادية وبمطالب اجتماعية، وهذه هي أبسط حقوقه. شكرا جزيلا لك مراد الدلنسي، كنت معنا من ولاية القصرين في تونس. سيادة العميد، استمعنا إلى مطالب الناس، إلى قهر الناس، ألم الناس بعد ثورة، بعد تعاقب أكثر من ثلاث حكومات لأربع حكومات، والحال لا يزال على حاله إن صح التعبير. يعني تونس 2011 في سيدي بوزيد أبو عزيزي أحرق نفسه للأسباب نفسها التي ينتفض فيها أهل القصرين اليوم. بين أبو عزيزي الذي أشعل نفسه وأشعل الربيع العربي وأحدث تغييرات كبيرة في تونس،
رحل الدكتاتور التونسي وتغير نظام الحكم وجاءت الديمقراطية، لكن مع هذه الديمقراطية لم يأتي ما يعطي حلولا ناجعة في مجال الاقتصاد. إضافة إلى ذلك حصلت اغتيالات سياسية، شكري بالعيد، محمد البراهمي، قادة شعبيين بتونس قتلوا غيلة، كما جاء الإرهاب ليضرب القطاع السياحي في تونس وهو مورد أساسي لخزينة الدولة ولتونس، فضرب في متحف بردو في قلب تونس، ثم ضرب في سوسة في على البحر للسياح وقتل نحو 30 سائحا بريطانيا، وتراجعت حركة السياحة إلى حد كبير، ثم ضرب في شارع الحبيب بورقيبة لسيارة الحرس الجمهوري وأرعب الناس. يعني هذا الوضع، هناك يعني ممكن مسؤولية تقع على الحكومات. حزب نداء تونس، حزب الحاكم، كاد أن ينشق على نفسه ويحدث أزمة سياسية في البلد. هناك أزمة سلطة حقيقية، هناك فقدان للموارد المالية من السياحة، هناك إرهاب، كما أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن آلاف التونسيين يلتحقون بداعش في سوريا والعراق، وهذا أمر خطير جدا. يعني الوضع التونسي مأزوم؟ بالطبع مأزوم، مأزوم حتى الآن. الحلول الاقتصادية لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، الحلول الثقافية ومن أجل حض الشباب على ترك الإرهاب والأفكار الإرهابية، نعم، الإرهابية حتى الآن لم تعطي نتائج ملموسة، إذ أن تونس هناك نحو 8000 إرهابي تونسي، بينما في مصر مثلا لا يوجد مئات الإرهابيين. يعني هناك مشكلة كبيرة في تونس بالاقتصاد، في السياسة، في الثقافة. نعم، شكرا لك، ستبقى معنا بطبيعة الحال. ننتقل وإياك إلى والمشاهدين الكرام إلى الميدان السوري، حيث نفذت السلطات السورية واحدة من أكبر عمليات إعادة الأهالي إلى مناطق جنوب دمشق. نحو 5000 شخص عادوا إلى حي القدم الذي شهد قتالا استمر نحو 3 أعوام ونصف العام. ديما نصيف والتفاصيل. عام ونصف العام من الانتظار كي يصعد العائدون إلى حي القدم من مراكز الإيواء في دمشق وضواحيها. جل العائدين من الأمهات والأطفال استردوا الطريق إلى بيوتهم من القناصة والمقاتلين. التسوية أعادت أم مروان وطفلها مع من عادوا، معا شغلا مراكز الإيواء 4 أعوام في كناكر، خطوة أخيرة في طابور الانتظار قبل عبور حاجز الجيش وتسليم بطاقات الهوية لدخول الحي. احنا كنا بالمخيم، ولما صارت لما فاتت الدولة الإسلامية على المخيم رحنا على الأدم، ومن الأدم سجلنا مع التسوية مع المصالحة. أم مازن وابنتاها في الطريق إلى العسالي، العائلة تعود إلى الحي المتفرع من القدم وتحت مظلة هدنة مشتركة. كنت بخربة الورد وفايت هلا على بيتي على الأدم. الهدنة تتيح أيضا لما شمل من نزحوا بمن قاتلوا قبل أن يصالحوا الجيش. أنا ساكن بالكسمه، صار لي زمان ما طلعت، ومشان نجي على بلدنا يعني نعمل تسويه انه اخي مشان نقطع الخبر النقي يعني مشان ما يصير علينا شيء. العوده سبقتها اعاده منازل او اليها نازحون من الغوطه الشرقيه، واعاده تاهيلا سريعا للبنى التحتيه لن تتوقف، وخطه اغاثه لتشجيع من نزحوا على العوده. الطرقات مفتوحه اكيد، وهلا نحن اليوم رح نثبت نقاط اغاثه لاهلنا العائدون الى منطقه القدم. نعمل خلال 10 أيام منثبت نقطة دائمة، ومؤسسات الدولة رح ترجع تبسط سيطرتها دستوريا على كامل المنطقة تباعا. في أفواج المنتظرين مقاتلون ألقوا سلاحهم لتسوية أوضاعهم والعودة فوريا إلى الحياة المدنية في الجزء الغربي من حي القدم. المجموعة المسلحة التي لا تزال ترابط في الشطر الشرقي من الحي كفت عن القتال وتراقب عودة الأهالي للانضمام ربما فيما بعد إلى الهدنة. بعد أن أصبحت دمشق عصية على كل اختراق، الأمهات عدن إلى الحي، الحرب تبتعد عن القدم. العودة إلى حي القدم لا تستأنف حياة قطعها التهجير والقتال فحسب، بل تثبت بعودة الأهالي إلى منازلهم سلسلة الاتفاقات والهدم في طوق دمشق الجنوبي الذي يتحول تدريجيا من جدار لحصار المدينة إلى جدار يمنع اختراق المجموعات المسلحة نحوها. من حي القدم جنوب دمشق، ديما نصيف، الميادين. نبقى معك ديما، تنضم إلينا من العاصمة السورية مديرة مكتب الميادين في دمشق. ديما أهلا بك، ما الذي يمكن أن نضيفه على المعلومات التي ذكرتها في تقريرك وأنت منذ الصباح تواكبين ماذا يجري في حي القدم؟ تفضلي.
نعم باختصار شديد يعني سلمى، طبعا هذا الاتفاق هو بموجب تسوية حصلت بين السلطات المعنية بهذه التسوية، سلطات أمنية طبعا، وبين ما يسمى بالمجلس المحلي في حي القدم. هو طبعا اتفاق يشمل حي القدم والعسالي وجورة الشريباتي والمذنية. طبعا تم إدخال كما شاهدنا 5000 مدني إلى هذه الأحياء بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب هذه التسوية، ومن ثم هناك ربما سينتقلون من القسم أو من الشطر الذي تسيطر عليه الدولة إلى الشطر ربما لمن يريد إلى الشطر الذي تتواجد فيه المجموعات المسلحة. هناك أعداد كبيرة من هؤلاء المدنيين هم عوائل المسلحين المتواجدين الذين لا يزالون متواجدين في هذه الأحياء من مناطق جنوب دمشق. طبعا بالمقابل هناك هدنة ويعني وقف إطلاق نار بين الطرفين منذ أن أرسيت هذه التسوية، وكما علمنا أيضا هناك بعض من سوى أوضاعه قبل الدخول كان خارج هذه الأحياء، أما من هو في داخل الأحياء ربما هي خطوة ستكون يعني من المبكر الحديث عنها ولكنها ستكون خطوة مقبلة على الأكيد. طبعا هذه أكبر عملية إدخال للمدنيين إلى أحياء تخضع لتسوية قامت بها الدولة السورية على الإطلاق حتى اللحظة. 5000 مدني دفعة واحدة تدخل إلى هذه الأحياء. أيضا كما علمنا بأنه سيتم تثبيت نقاط إغاثة على طول هذه الحواجز، وسيكون هناك نقطة ثابتة لإدخال المساعدات، لن تتأخر يعني المساعدات عن الدخول إلى هذه الأحياء ريثما يتم تسوية أوضاع المسلحين في الداخل، وبالتالي يتم بقية بنود التسوية. نعم. من إدخال أعمال البلدية والترميم وإعادة التأهيل وما إلى هناك وفتح المدارس طبعا وإعادة كل يعني مؤسسات الدولة إلى هذه الأحياء. ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجاء أكد أن الدولة السورية جاهزة تماما لترحيل المسلحين، لكن مسائل لوجستية ما زالت تعيق خروجهم. وفي حديث للميادين قال رجاء أن خروج الجماعات المسلحة من الحجر الأسود ومخيم اليرموك لم يتم حتى الآن. لم يجري حتى الآن خروج لهذه الجماعات كما قيل. هذه الجماعات بين لحظة وأخرى، بين ساعة وأخرى، ونتحدث عن أيام معدودات، ستبدأ عمليا بالخروج، ربما ليلا ربما صباح غد. ولكن هنالك تعقيدات لوجستية، هنالك أسباب أحيانا أمنية، هنالك ما يطرأ على الخط فجأة لعوامل مختلفة. نحن لا نتحدث عن طرف يعني لديه رؤية واضحة ويمسك بكافة الأوراق. الدولة جاهزة تماما لترحيل هذه المجموعات الإرهابية. عميد نذهب وإياك إلى الخريطة لنفهم ما الذي جرى بالضبط في حي القدم، كيف يمكن لنا الحديث عن أنه العاصمة أصبحت في مأمن، وماذا عن اليرموك، ماذا عن الحجر الأسود؟ الهواء لك تفضل. الموضوع يتعلق كله بمخيم اليرموك وجواره. نحن نعلم أن مخيم اليرموك هو أكبر مخيم فلسطيني في الشتات، وأن هناك معارك جرت داخل المخيم وتسللت عناصر باسم جبهة النصرة وأكناف بيت المقدس. ثم ظهرت داعش في الحجر الأسود وتعقد الوضع، دفع الفلسطينيون الثمن وتهجروا من المخيم إلى أصقاع الأرض، وبدأت الاشتباكات قسم منها بين داعش وبين النصرة وقسم بين النصرة وبين الفصائل الفلسطينية، والنتيجة كانت خلل أمني وتهجير السكان في منطقة الحجر الأسود، القدم، العسالي ومخيم اليرموك. اليوم تم التوصل إلى اتفاق غريب، إذ أن الاتفاق يعني قام بإعداده مسؤول من الأمم المتحدة واجتمع مع مسؤول من داعش، وهذه أول يعني سابقة تحصل في الأحداث السورية اجتماع ممثل عن الأمم المتحدة مع داعش. وحصل هذا الاتفاق بموجبه مسلحو داعش يغادرون منطقة الحجر الأسود إلى الرقة عاصمة الخلافة الإسلامية، ومسلحو النصرة إلى إدلب عاصمة تنظيم القاعدة في بلاد الشام. يعني بعد التوصل هذا الاتفاق جرت عملية قصف في الغوطة ومقتل زهران علوش، فتعقدت مسألة الطريق وهي المسألة اللوجستية التي تحدث عنها الأستاذ أنور رجا. يعني الموضوع أن من ينتقل من الحجر الأسود إلى الرقة يجب أن يتأكد تماما
أن هناك ضمانات ليصل إلى الرقة بسلام، وأيضا بالنسبة للذين يريدون أن يذهبوا إلى أدلب التي هي عاصمة تنظيم القاعدة في بلاد الشام. الحكومة السورية لم تتأخر، بادرت على الفور بإعادة 5000 نازح، كما أن هناك 150 شابا من منطقة القدم تقدموا إلى السلطات السورية لتسوية أوضاعهم. يعني بدأت عجلة المصالحات وعودة النازحين تعمل قبل أن ينفذ الاتفاق بكامله. وعند مغادرة عناصر داعش وعناصر تنظيم القاعدة في بلاد الشام، جبهة النصرة، منطقة الحجر الأسد والقدم إلى الشمال السوري، أعتقد أننا سوف نشهد عودة كبيرة للنازحين في هذه المنطقة الشعبية المكتظة عادة بالسكان، وأيضا سوف ينعكس إيجابا على مخيم اليرموك وعلى عدد سكانه الذي يبلغ أكثر من 150 ألفا. وسنشهد أيضا كما قالت السيدة ديما من دمشق، أنه بدل أن يكون هذا حزاما خطرا على دمشق سوف يكون حزاما واقيا لمدينة دمشق. نبقى في الميدان السوري. وسيطر الجيش السوري على سلسلة جبال المحسى جنوب شرق حمص قاطعا بذلك الطريق أمام محاولات تمدد جيش الإسلام إلى بادية حمص وعلى بعض طرق إمداد داعش. طارق علي التفاصيل. جبال المحسة جنوب غرب القريتين تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه بعد معارك عنيفة استمرت طيلة الأشهر الماضية على امتداد السلسلة الجبلية التي تربط ريف دمشق الشرقي ببادية حمص، وصولا إلى جنوب القريتين التي سيطر عليها داعش في آب أغسطس الماضي. تم تعزيز عدة نقاط باتجاه منطقة القريتين، كما تابعت جميع القوى والوسائط استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة على محور القريتين وفي المزارع المحيطة بها واستهداف كافة الإرهابيين فيها. الجماعات المسلحة خاضت معارك فيما بينها للسيطرة على هذا المعبر الحيوي قبل أن يتمكن جيش الإسلام من السيطرة على هذا المحور، ليتجه بعدها مسلح داعش نحو مهين حيث منوا بخسارة أخرى فيها أمام الجيش السوري. تعتبر السيطرة على سلسلة جبال المحسي ذات أهمية كبيرة، كونها تعتبر منطقة المحسي هي الخزان البشري الأكبر للمجموعات الإرهابية المسلحة، ومن خلال السيطرة على منطقة سلسلة جبال المحسي تصبح منطقة المحسي تحت السيطرة النارية، وبالتالي يتم قطع أوصال المجموعات الإرهابية المسلحة ما بين منطقة المحسي ومنطقة القريتين. تمكن الجيش السوري من انتزاع جبال المحسة من أيدي جيش الإسلام بعملية برية نفذها بعد تعزيز مواقعه في مهين، فكسب معركة استراتيجية تضمن له وقف تمدد جيش الإسلام من جهة والإشراف على بعض طرق إمداد داعش الرئيسية وقطعها من جهة أخرى. عبر هذه التلال تقدم الجيش السوري والحلفاء وفرضوا سيطرتهم على جبال المحسة بعد معارك عنيفة تهدف إلى وقف تمدد الجماعات المسلحة بين ريف دمشق وريف حمص عبر القلمون الشرقي. طارق علي، جنوب شرق حمص، الميادين. طارق علي تبقى معنا وتنضم إلينا من حمص. طارق، شاهدنا بالتقرير وأنت زرت هذا المكان حيث الجبهة الساخنة، أهمية هذه المنطقة التي سيطر عليها الجيش السوري في سير المعارك الدائرة جبال المحسة، تفضل. نعم سلمى، في الحقيقة سلسلة جبال المحسة هي منطقة استراتيجية وفق العمليات العسكرية التي تدور الآن في تلك المنطقة، وفق ما أوضحته المصادر الميدانية غير مرة. هذه المنطقة لطالما كانت ملجأ للمجموعات المسلحة للاحتماء فيها نظرا لوعورتها لطبيعتها الصخرية. معارك عنيفة دارت على امتداد الأشهر الماضية، تارة يسيطر عليها جيش الإسلام وتارة أخرى داعش. قبل أن يتمكن جيش الإسلام من تحصين مواقعه كان ذلك قبل أن ينجح الجيش السوري أساسا في التقدم والتمدد إلى هذه المنطقة وعبر عملية برية وأيضا غير متوقعة. جاءت مفاجأة في الزمان والمكان، تمكن من هزيمة مسلحي جيش الإسلام والسيطرة على هذه السلسلة الجبلية بشكل كامل، ما يتيح له وقف تمدد المجموعات المسلحة القادمة من ريف دمشق عبر غوطتها باتجاه بادية حمص بالدرجة الأولى. والأهم من ذلك أيضا هو الإشراف وقطع طرق إمداد داعش الذي ربما قد يفكر في مهاجمة مناطق قريبة من مهين في مرات مقبلة كما فعل خلال توجهه من القريتين إلى هذه المناطق. الجيش السوري الآن
بات يشرف على طرق امداد داعش على هذا المحور، ما يتيح له تأمين تغطية نارية على الأقل لقواته لتتقدم وتثبت نقاط أمامية، نقاط نار ما بعد مهين التي أساسا عزز الجيش السوري تواجده فيها، كل ذلك بالتزامن مع العمليات القتالية الدائرة حاليا في محيط مهين. سلمى، شكرا جزيلا لك طارق علي، كنت معنا من حمص في سوريا. قامت كاسحات ألغام تابعة للجيش التركي بإزالة الألغام من المنطقة الحدودية القريبة من جرابلس في ريف حلب، وتضاربت الأنباء حول هدف القوات التركية، وتأرجحت بين التحضير لاجتياح جرابلس وبين إقامة جدار عازل. وفي الأثناء تواصل قوات سوريا الديمقراطية تقدمها باتجاه منبج شرق حلب، أما الجيش السوري فيعمل على تعزيز مواقعه على مسافة 5 كيلومترات من مدينة الباب الحدودية، ويقوم بقصف مدفعي لمواقع داعش. سيادة العميد، ما هو الهدف التركي من إزالة الألغام على المنطقة الحدودية تحديدا جرابلس؟ نتحدث في الريف الحلبي، هل فعلا تركيا تحضر لأي عمل لدخول جرابلس على سبيل المثال؟ يبدو ذلك سلمى، لأن تركيا تدرب نحو 5000 عنصرا من كتائب سلطان مراد وكتائب تركستان الإسلامية وتنظيمات أخرى في محافظة الإسكندرون هاتاي. اليوم عندما كان الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية تحدث إلى إحدى محطات التلفزيون وقال أن تركيا تريد أن تقيم منطقة أمنية داخل سوريا بعرض 94 كيلومتر ويخصب من عزاز إلى جرابلس، وبعمق 54 كيلومتر أي إلى جنوب مدينة الباب وإلى تقريبا عمق مدينة حلب ومطار كويرس. هذا هو الهدف المعلن للرئيس أردوغان. هل تركيا قادرة الآن على هذه الخطوة؟ بالطبع عسكريا قادرة، لكن هناك وضع سياسي جديد، هناك الجيش الروسي موجود، وهناك يعني قرار روسي بمنع الطيران التركي من التقدم. صحيح. وبالطبع منع القوات البرية التركية أيضا. كيف سيكون يعني سلوك الروس عندما يدخل الأتراك إلى الداخل السوري؟ يعني خصوصا هناك يعني طلب رسمي من الحكومة السورية من الروس بالتدخل، يعني وليس يعني كما الوضع في العراق. يعني المواقع الأساسية، المعاقل الأساسية لداعش في هذه المنطقة هي مدينة الباب ومنبج وجرابلس. جرابلس تقع على نهر الفرات وعلى الحدود السورية التركية. سبق وأن قامت قوات سوريا الديمقراطية بمحاولة تقدم نحو جرابلس، فجبهت بقصف مدفعي تركي من داخل الحدود التركية لتمنعها من التدخل نحو التقدم نحو جرابلس. كما أن وحدات حماية الشعب الكردي المنضوية في إطار قوات سوريا الديمقراطية مع باقي العشائر العربية وصلت إلى 6 تشرين واحتلت 6 تشرين وتقدمت غربا باتجاه منبج واحتلت ناحية أبو قلقل شرق منبج. في المقابل الجيش السوري تقدم شمالا من منطقة كويرس إلى مشارف مدينة الباب وهي المعقل الأساسي. داخل هذه المنطقة التي أعلنها الرئيس أردوغان هناك تقدم سوري من الجنوب إلى الشمال، وهناك تقدم قوات سوريا الديمقراطية من الشرق إلى الغرب باتجاه منبج. الآن كانت الجيش التركي قد زرع ألغاما لمنع التسلل في بعض مناطق جرابلس، أدخلت تركيا كاسحات ألغام من أجل إزالتها والسماح لقوات البرية التركية للتقدم من داخل تركيا واحتلال مدينة جرابلس. يعني تركيا ستتقدم في المحصلة؟ يعني يبدو من الحشود ومن النوايا التركية أن تركيا سوف تتقدم وتحتل مدينة جرابلس وتتقدم قليلا باتجاه منبج. يعني وهذا أمر يعني لأول مرة يحصل في الأزمة السورية. ربما تحاول تركيا أن تستعيد عن الجيش التركي وتستخدم القوات التركمانية التي تدربها في هاتاي وهي تابعة لقوات سلطان مراد وقوات كتائب التركستان وتدخلها، لكن في حال دخولها إلى الأمر هو أنه في حال دخولها إلى الأراضي السورية وإلى مدينة جرابلس تحديدا، كيف سيكون السلوك الروسي؟ وهذا هل سيقوم الطيران الروسي بقصف الأتراك أو التنظيمات المرتبطة بالأتراك ومنعها من الدخول؟ تركيا تتحدث عن
أنها تريد أن تضرب داعش يعني. وهذه تحمل هذا العلم أنها تريد أن تحمل داعش لكي تبرر هجماتها. كما وإذا قام الطيران الروسي وضرب الأتراك في جرابلس سيقوم الأتراك ويقولوا سوريا روسيا تدافع عن داعش يعني. لذلك الأمر معقد بعض الشيء طبعا يعني. الصورة ضبابية حتى الآن. معقد واللعبة لا. التركية ليست سهلة لا لتركيا ولا للجانب السوري أيضا. إذ أن الموضوع يتعلق بداعش وقصف داعش والشرعية ضرب داعش الدولية يعني. كل من يضرب داعش يكتسب شرعية دولية. أيضا هناك احتمال آخر. أين الولايات المتحدة التي قام طيرانها بمساندة جوية لقوات سوريا الديمقراطية لاحتلال 6 تشرين والتقدم باتجاه عين عيسى في منطقة الرقة؟ هل ستتفرج الولايات المتحدة على ما يجري؟ أعتقد أننا أمام عملية قلب خلط أوراق كبيرة في مدينة جرابلس على ضفة الفرات وفي الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير. حتى الآن يمكن القول الصورة ضبابية. ماذا عم يعني هناك عدة احتمالات أيضاً. عدة احتمالات نعم. إنما النوايا التركية واضحة والحشود التركية موجودة. نعم. إذن سنتابع معك وسننتقل إلى ملف آخر، إلى ميدان آخر، إلى الميدان الفلسطيني. اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين تضم 5 أشخاص قال إنها تلقت أوامرها من حزب الله وكانت تهم بارتكاب عملية إطلاق النار في طول كرم. الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أن الشاب محمود زغلول تزعم المجموعة وأن جواد نصر الله ابن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد قام بتجنيده عبر الإنترنت. كما قالت الإذاعة أن حزب الله أمر أفراد الخلية بتنفيذ عمليات انتحارية وبجمع معلومات استخبارية ومتابعة أفراد قوات الأمن. سيدة العميد، تعليق أول على هذا الخبر من فضلك. يعني هذا الخبر يدل على هاجس إسرائيلي من حزب الله. هل هذا الهاجس الإسرائيلي عبر عنه رئيس الأركان أيزنكوت في محاضرة في معهد الأمن القومي في تل أبيب عندما قال أن حزب الله هو الخطر الأكبر على إسرائيل، وقال فليعلم حزب الله أن قدراتنا الاستخبارية قد تطورت بشكل جوهري. وهذا يعني التطور الاستخباري بشكل جوهري أنه بإمكانها القيام بعمليات اغتيالات سياسية التي دأب عليها بين فترة وفترة في لبنان. هذا تهديد، هذا الكلام هو نوع من التهديد لحزب الله ولقيادة حزب الله. وتسمية نجل أما تسمية نجل السيد حسن نصر الله فهو لا أعتقد أن أحدا يقتنع أنه الأستاذ جواد نصر الله قد جند فلسطينيين في طول كرم عبر الانترنت. لن يصدق أحد هذه الرواية. الإلصاق هؤلاء الفلسطينيين المقاومين بسيد جواد نصر الله هو عملية هروب، وهو عملية ربط كل من يقاوم إسرائيل بحزب الله وبإيران، فيما المقاومة الفلسطينية فيها من التنظيمات إن كان بفتح شهداء الأقصى أو إن كان حركة حماس كتائب عز الدين قسام أو حركة الجهاد الإسلامي أو ألوية ناصر صلاح الدين أو المقاومة الشعبية أو أحزاب أخرى فيها من المقاومين وفيها تاريخ نضالي ومقاوم كبير. إسرائيل تريد أن تربط أي عمل بحزب الله تمهيدا لعمل ما أمني في لبنان ربما أو في مكان آخر ضد قيادات حزب الله. لبنان يعني الجنوب، شبع المحتلة، يعني مزارع الجنوب شبع المحتلة، سوريا. نقول قدرات استخبارية بشكل جوهري، تطور بشكل جوهري، يعني أن أيزنكوت يقصد أنه قادر على القيام بعملية اغتيال في العمق اللبناني وربما في العمق السوري أو العراقي أيضا. فاصل القصير مشاهدينا الكرام وسنعود.
من جديد أهلا بكم. نذهب إلى الميدان العراقي حيث يواصل مقاتلو العشائر العراقية في حديثة وبروانة العمل على تدعيم الحزام الأمني للقضاء وتأمين المدينة من هجمات داعش. المدينة نجحت في صد الهجمات السابقة للتنظيم منذ الانهيار الأمني في حزيران 2014. حاول داعش مجددا مهاجمتها تعويضا لخسارة مركز الرمادي. عبدالله بدران والتفاصيل. داعش فقد تركيزه في حديثة، هكذا اختصر كلامه أحد شيوخ القضاء الواقع شمال غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار. هجمات مستمرة انتحارية وصاروخية يقابلها انتشار أبناء عشائر حديثة وبروانة لحماية القضاء ومنع داعش من التسلل إليه لتعويض خسارته في الرمادي. في حزام حديثة تتحرك أرتال أبناء العشائر والقوات الأمنية العراقية في دوريات مستمرة. آثار الهجمات بادية لكن الصمود هنا أوضح. خامس مرة يدخلون عناصر داعش لهذه المدينة وتكون لهم مقبرة من قبل القوات الأمنية وعشيرة البنمر الأبطال. خط الإمداد لحديثة ونواحيها في البغداد وبروانة خط جوي. حاول داعش بعدما خسر منطقة الخسفة في محيط حديثة مهاجمة الشاعي والسكران لاستهداف الطائرات ولم ينجح. دفع التنظيم بقادة كبار فيه لكنهم لقوا حتفهم في محيط حديثة، فانتقل لاستهداف الطريق الذي يربطها بهيت والحقلانية في الجنوب والجنوب الغربي. أكثر من سنة ونص هذه الحالة موجودة علينا، ومن الحصار والدمار واللي شوفت عينكم، وإحنا كبدنا الخسائر، داعش كبدنا خسائر كثيرة بالأرواح والمعدات. وبينما ينشغل داعش بتعويض خساراته في مركز الرمادي وبالضغط العسكري عليه في شرقها حيث رزجارية، يتجه إلى اعتماد أسلوب التشتيت وفتح الجبهات، فيما اعتمدت القوات العراقية على سلاح الجو لاستهداف حركة أفراد التنظيم وأرتاله لتثبيت التركيز البري على الأرض. خط إمداد جوي من بغداد إلى حديثة، وبغداد تحاول بعد تأمين الطريق الدولي شمال الرمادي وإنهاء معركة هيت فتح خط الإمداد البري العسكري لتسهيل التغذية والدعم العسكري والأمني إلى حديثة ومحيطها والسيطرة على العقد الأمنية في الطريق إليها. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. نبقى معك عبد الله بدران وتنضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد. عبد الله، على الرغم من الموقع الجغرافي لحديثة في وسط الصحراء حتى الآن لم تسقط، ما هو السر في هذه المدينة الصامدة حتى الآن؟ بماذا يفكر داعش في هذه الأثناء؟ وماذا عن القوات الأمنية؟ كيف تحاول أن تحمي هذه المدينة؟ نعم سلمى، حديثة تقع قضاء يقع شمال غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، تتبعها عدد من النواحي المهمة وهي البغدادي وكذلك الحقلانية وبروانة. هذا القضاء منذ الانهيار الأمني كان أبناء عشائر الجغيفة والبنمر والبومحل والعيساويين قد تداعوا للدفاع عن القضاء، بالإضافة للقوة قوة المهام الأمنية الخاصة الموجودة لحماية سد حديثة ومحطة حديثة الكهرومائية. داعش بعدما دخل الرمادي حاول أن يشن هجوما للسيطرة واحتلال حديثة وارتكب مجزرة بحق عشائر البونمر، وحاول مهاجمة حديثة في أكثر من موضع سواء في السكران أو في الشاعي، وحاول الدخول إلى حديثة والتسلل إليها علما أن من يقود العمليات من داعش لاحتلال حديثة في أغلبهم قادة من أهالي قضاء حديثة، لكن عشائر الجغيفة وقوة المهمات الخاصة كما ذكرنا سلمى هي من منعت سقوط حديثة. هناك عدة أسباب، منها أن أبناء عشائر الجغيفة وكذلك العشائر المكونة لنسيج حديثة المجتمعي في أغلبها كانت من قادة الصحوات ولديها ثارات ومواجهات وسجلات قديمة إن صح التعبير مع تنظيم القاعدة وكذلك مع تنظيم داعش، وبالتالي هناك سيرة سوداء وثارات بين الطرفين، لذا ذلك
كله حالة دون أن تسقط. مضافا لذلك فإن حديثة بطبيعتها الاجتماعية أيضا لم تكن فيها من بيئة تسمح بوجود خلايا لتنظيم داعش، لذلك لم تكن في داخلها أي خلايا نائمة. أعنف الهجمات شنها داعش قبل حوالي أسبوع على حديثة، استخدم فيها حوالي 11 انتحاريا خلال ساعتين من الزمن، وتم إحباط كل هذه الهجمات. القوات الأمنية العراقية وأبناء عشائر تمكنوا من استعادة منطقة الخسفة في حديثة، وكذلك أحبطوا هجمات داعش في الشاعي والسكران، لكن التركيز الآن على مناطق هيت والطريق رابط بين هيت والحقلانية والتي تتصل جغرافيا من الجنوب إلى الشمال باتجاه حديثة، وبالتالي القوات الأمنية العراقية تحاول السيطرة على هيت من أجل توسيع المحيط الذي يؤمن محيط قضاء حديثة. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد على كل هذه المعلومات. القوات الأمنية العراقية مسنودة بالعشائر طبعا، تحاول أن تؤمن هيت وتؤمن حديثة عفوا، وتمنع من سقوط هذه المدينة لتأمين طريق هيت بالتالي. إذا نظرنا إلى الخريطة نرى أن مجرى نهر الفرات من جرابلس إلى الرقة ودير الزور الميادين بوكمال القائم الحديثة السكران هيت الرمادي الفلوجة، المعركة هي على حوض نهر الفرات. عندما تمكنت القوات العراقية قوات مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة والعشائر من السيطرة على الرمادي وطرد داعش منها، لا أقل من 3 أيام شنت داعش هجوما معاكسا باتجاه الحديثة. من أين؟ من القائم ومن داخل الأراضي السورية. استخدمت قوات من داخل الأراضي السورية عبر البوكمال والقائم إلى حديثة، وحاصرت حديثة واحتلت منطقة السكران إلى أن جاءت القوات العراقية والعشائر وطردتها من السكران. وحاليا يعني تحصنت مدينة الحديثة بمزيد من القوات. حديثة مهم، مدينة مهمة جدا، فيها سد لو تسنى لداعش تفجيره مثلا لا تسبب بإغراق المناطق على حوض الفرات، أو لو تسنى تحويله لتسبب بجفاف أيضا في المنطقة. هو سد من أكبر السدود في العراق، وطبعا داعش التي يعني معتادة على ضرب التراث والتاريخ والحضارة، لا يعني لا نستغرب أبدا إذا قامت بعملية تدمير لهذا السد. لذلك هناك حماية كبيرة لهذه المنطقة. اليوم الحوض الفرات لا يزال بحاجة إلى أعمال عسكرية كبيرة لتأمينه، وخاصة في الفلوجة في شرقا، وأيضا في منطقة الحديثة وهيت حتى الحدود السورية. وحتى لو تأمن داخل الحدود العراقية يبقى الخطر ماثلا من الأراضي السورية من البوكمال ومادين. إذا تابعنا عملية دير الزور التي جرت منذ 3-4 أيام نرى أن داعش استعملت الزوارق داخل النهر وانزلت بالزوارق لكي تدخل إلى مدينة البغيلية وترتكب المجزرة. إذن الخطر قائم من الجهة الخطر السورية. قائم لأن حوض نهر الفرات لا يعترف بالحدود السياسية والإدارية لا بين الدولتين ولا بين الأقضية والمحافظة. هذا التاريخ والجغرافيا بين سوريا والعراق. نذهب إلى الميدان اليمني. كثفت طائرات التحالف السعودي غاراتها على المنشآت المدنية في عدد من المناطق اليمنية، لا سيما في صنعاء وصعدة. وغارت الطائرات على مناطق متفرقة بمديريتي المخا وذباب الساحليتين غرب تعز، حيث تجري معارك عنيفة. وفي مأرب أحبط الجيش واللجان هجمات جديدة لقوات هادي والتحالف السعودي في مديرية سرواح وعلى الحدود. وقال مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش واللجان قصفت عددا من المواقع السعودية في جيزان ونجران، كما قامت بقنص 4 جنود سعوديين. سيادة العميد، هذه هي خريطة اليمن. الحدود، هل يمكن القول بأنه ما زال الميدان اليمني بشكل ضبابي في مناطق الغارات في الجو على الأرض؟ هناك تقدم للجيش واللجان الشعبية، كيف يمكن التوفيق وحسم المعركة طالما هنا الجو لفريق أو لدولة ما لتحالف سعودي والأرض للجيش اليمني؟
سلمى، دخلت معركة اليمن مرحلة استنزاف ومرحلة روتين وخطوط تماس. يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يعني يحضر أهداف ويقوم بقصفها بالطيران في مختلف الأراضي اليمنية. أما على الجبهات البرية فأن جبهة تعز لا تزال كما هي، وأحيانا تتقدم القوات أنصار الله وقوات الجيش التابع للرئيس علي عبد الله صالح، وأحيانا تتراجع. إنما لا يوجد خرق كبير في منطقة تعز وفي مدينة تعز، لا تزال الخطوط كما هي. وفي مأرب أيضا بعد السيطرة على المدينة وعلى السد من قبل قوات التحالف، توقفت قوات التحالف أمام صرواح وجبل هيلان ولم تستطع التقدم غربا نحو صنعاء. هناك خرق أيضا في منطقة الجوف لقوات التحالف واحتلت عاصمة الجوف الحزم لكنها توقفت. أما بالنسبة للمحافظات السعودية أو المناطق السعودية الثلاثة على الحدود اليمن، نجران وجزان وعسير، فأننا نشهد على مناوشات وقصف صاروخي ومدفعي من جانبي الحدود، وقصف طيران من المملكة العربية السعودية باتجاه اليمن. هذه المعركة هي معركة استنزاف ومعركة روتينية ومرشحة لأن تطول. لم يحدث أي خرق دراماتيكي وليس هناك مؤشرات ميدانية على الأرض بإحداث أي خرق قد يؤدي إلى حسم المعركة حتى الآن من كلا الجانبين. نعم، أشارت تقارير إعلامية مؤخرا عن توجه حلف الناتو لإنشاء أسطول سفن حربية في البحر الأسود. في المقابل تعزز روسيا من حضورها على شواطئها هناك برفض أسطولها بأكثر من 15 سفينة حربية، بينها سفن تحمل صواريخ بعيدة المدى. التفاصيل في هذا التقرير. لطالما كان البحر الأسود إحدى ساحات النزاع العسكري بين روسيا وحلف الناتو، نزاع لم يتطور إلى حد المواجهة بقدر السعي إلى فرض السيطرة وتعزيز الحضور العسكري. معلومات انتشرت أخيرا عن توجه الناتو لإنشاء أسطول سفن حربية في البحر الأسود، إلا أن اتفاقية مونترو الدولية لا تسمح للسفن الحربية من الدول التي لا تطل مباشرة على البحر الأسود بأن ترسو في مياه هذا البحر لأكثر من 3 أسابيع، وهو ما يدفع الناتو إلى استبدال السفن على نحو دوري واللجوء إلى تعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء فيه. السفن الحربية التابعة للناتو رست في البحر الأسود تقريبا طوال عام 2015. الأمين العام للحلف إنس ستولتنبرغ برر زيادة الحضور الميداني لقوى الرد السريع كرد فعل على أفعال روسيا في أوكرانيا وجورجيا على حد تعبيره، فيما بدأت في الآونة الأخيرة وزارة الدفاع الرومانية التحاور مع أعضاء الناتو بشأن إنشاء الأسطول الحربي في البحر الأسود، بعدما وافقت بوخارست خلال العام المنصرم على إنشاء قاعدتين عسكريتين للناتو على أراضيها. روسيا من جهتها تعزز أيضا حضورها العسكري في البحر الأسود. ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وفيها قاعدة سيفاستوبول الاستراتيجية عزز قدرات البحرية الروسية. أيضا خلال العام الماضي رفض الأسطول الروسي في البحر الأسود بأكثر من 15 سفينة حربية، بينها سفن تحمل صواريخ كاليبر NK القادرة على ضرب أهداف من على بعد 3000 كيلومتر، إضافة إلى صواريخ أونيكس وياخونت وموسكيت المضادة للسفن. روسيا لم تنفي أيضا المعلومات التي تسربت عن نشرها رؤوسا نووية في القرم، كما أنها لم تؤكدها واكتفت بالقول إن القرم أرض روسية وإنها ستتخذ الإجراءات العسكرية المناسبة للدفاع عن الأمن القومي إذا استدعت الضرورة ذلك. عميد، كان من المفترض أن نتحدث عن الميدان الدولي في البحر الأسود إن صح التعبير، لكن للأسف انتهى الوقت في هذا الموضوع يطول النقاش. شكرا جزيلا لك على المشاركة وعلى كل التحليل. إلى العناوين. تحركة شعبية تونسية احتجاجا على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وأبرزها في القصرين. في عملية جديدة لتأمين محيط دمشق، دخول مئات العائلات إلى حي القدم وانطلاق ورش الترميم. القوات العراقية ومقاتلو العشائر يؤمنون مدينة حديثة في الأنبار من هجمات داعش. ومعارك في تعز ومأرب، وغارات التحالف السعودي تركز على المنشآت المدنية. شبح سباق تسلح في البحر الأسود بين روسيا والناتو.
شكرا لكل الزملاء الذين قدموا لنا آخر المعلومات والمستجدات من ميادينهم، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام. للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر للميادين يمكنكم زيارة صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. الميدانية انتهت، إلى اللقاء.